السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل محافظة القليوبية هندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي من ضمن سلسلة الامتحانات اللي احنا بننزلها عندنا هنا على القناة. طبعا نزلنا كذا امتحان، مش عارف والله بصراحة مين هينزل بالترتيب، ولكن بإذن الله أي محافظة بتبعت لي على الواتس ببدأ أحلها على طول. تمام، السؤال الأول بيقول لي معادلة المستقيم المار بالنقطة 1 وسالب 2 ويوازي محور السينات. طالما يوازي محور السينات يبقى باخد الصاد، هنا الصاد بكام؟ بسالب 2، يبقى المعادلة بتاعتي هي صاد تساوي سالب 2. بيقول لي إذا كان ظا س بيساوي 1 وس زاوية حادة، الزاوية اللي الظا بتاعها بيساوي 1 هي الزاوية 45 درجة. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان أ ب عمودي على ج د وكان م أ ب بتلت، يبقى ميل جيم دال شقلب يبقى 3، غير اشارته يبقى سالب 3، يبقى بالنسبه لي الاختيار ده. بيقول لي اذا كان ا بكذا وباء وكذا فان احداث المنتصف، احداث المنتصف هو مجموع السينات على 2، يعني 1 زائد 3 4 على 2 فهل 2، ومجموع الصادات على 2 2 و4 6 على 2 فهل 3، يبقى النقطه بتاعتي هي 2 و3 اللي هو الاختيار ده. بيقول لي 2 جتا 30، خلي بالك ان 2 في جتا 30 اللي هي جذر 3 على 2، الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى يفضل لي جذر 3 اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده بيقول لي بعد النقطه عن المحور السيني، بعد النقطه عن المحور السينات باخد مقياس الصاد، يبقى مقياس السالب 3 اللي هو موجب 3 اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي اوجد معادله المستقيم الذي ميله 3 ويمر بالنقطه 2 و0. دي سهله جدا جدا، هي المعادله بتساوي ص بتساوي م س زائد الج، يبقى الص بتساوي الميل ب 3، يبقى ده 3 س زائد الج. طب هو بيعدي بالنقطه 2 و0، انا معايا انه النقطه س وص، حط الص ب0 هتساوي 3 في 2 ب 6 زائد الج، وادي ال 6 الناحيه الثانيه يبقى الج تساوي سالب 6، يبقى المعادله بتاعتي هي ص بتساوي 3 س ناقص الستة يا باشمهندس، وهي دي كده معادلة الخلط بتاعك. السؤال اللي بعده بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن 2 في جتا 30 بجذر 3 على 2، بس هو قال لي تربيع ناقص 1 هيساوي 2 في جذر 3 تربيع ب 3 و2 تربيع ب 4 تمام، ناقص 1 هيساوي على 2 فعل 1 على 2 فعل 2، أصبحت 3 على 2 اللي هي 1 ونص، ناقص الواحد يبقى بالنسبة لي تساوي نص. هقول له بقى الطرف الايسر بيساوي جتا 60، وجتا 60 دي مباشره خالص بيساوي نص، اذا الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي في المثلث او في الشكل المقابل ا ب ج مثلث قائم في ج، ا ب بخمسه وب بج باربعه، على طول اجيب الضلع الناقص اللي هو الالف ج، الف ج تربيع. ضلع ولا وتر؟ ضلع، بحط هنا ناقص، والكبير تربيع ناقص الصغير تربيع تطلع بتسعه. خد الجذر، يبقى الاف ج بيساوي جذر 9 يساوي 3، يبقى دي كده بالنسبه لي تساوي 3. بيقول لي اثبت ان جا الف، ادي الف الجا مقابل على وتر اللي هو 4 على 5 مضروبه في الجتا باء، الجتا باء اللي هو مجاور على وتر اللي هي برضو 4 على 5، زائد الجتا الف، الجتا الف مجاور على وتر اللي هي 3 على 5 في الجا باء اللي هي برضو 3 على 5 تساوي 4 في 4 ب 16، على 5 في 5 ب 25، 3 في 3 ب 9، على 5 في 5 ب 25، المقام متوحد ب 25، 9 و 16 25، 25 على 25 فيها الواحد، اذا الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان المستقيم المر بالنقطتين دول بيوازي ده، فهجيب ميل المستقيم الاول اللي هو فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 4 ناقص 3 على 2 ناقص ناقص 1، 4 ناقص 3 1 و2 زائد 1 تبقى 3. طب هجيب الميل التاني، دي معادلة، يبقى سالب معامل س اللي قدام السين غير اشارته بواحد على اللي قدام الصاد اللي هو 3، بما ان ميم 1 يساوي ميم 2 اذا المستقيمان متوازيان. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي اذا كان ا بيساوي ج س بتساوي نص، طيب انا عندي ان ج س بتساوي نص، ايه الزاوية اللي الجا بتاعها بنص؟ اكيد ب 30، يبقى دي بتساوي 30 درجة. هو عايز مني ج 2 س، يعني ج 2 في 30 اللي هي 60، فجا 60 بتساوي جذر 3 على 2، مفيش اهي من كده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي اذا كان ج هي منتصف ا ب ومعايا ا عايز ب، اقول له حاضر، سهله جدا جدا، ج اللي هي في النص هي 6 وسالب 4 ومعايا ا ب 5 وسالب 3، فاقول له والله يا باشمهندس يبقى ب انا هفرضها س وص، طيب مجموع السينات اللي هو س زائد 5 على الاثنين هيساوي الاحداث اللي هنا اللي هو 6، ومجموع الصادات اللي هو ص ناقص 3 على الاثنين هيساوي الصاد اللي هنا اللي هي سالب 4. هضرب مقص 2 في 6 ب 12 هتساوي س زائد 5. هودي ال 5 الناحيه الثانيه يبقى س بتساوي 12 ناقص 5 تساوي 7.
من هنا هضرب مقص برضو، يبقى 2 في سالب 4 في سالب 8 هيساوي ص ناقص 3، هودي للناحية التانية يبقى الصاب بتساوي سالب 8 زائد 3 اللي هي في سالب 5، يبقى احنا كده جبنا النقطة ب هي عبارة عن السين ب7 والصاب بسالب 5. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال الخامس بيقول لي اثبت ان النقط دي تقع على الدائرة التي مركزها ميم. قلنا عشان تقع على الدائرة هجيب البعد بين المركز والثلاث نقط، يعني هجيب الالف ميم وهجيب الباء ميم وهجيب الجيم ميم، وقلنا لازم يساوي بعض. طيب الالف ميم ادي جزء عن طريق قانون البعد، 3 ناقص ناقص 1، خلي بالك 3 ناقص ناقص 1 اللي هي 3 زائد 1 يبقى 4 تربيع، زائد سالب 1 ناقص 2 اللي هي سالب 3 تربيع، هتحسب دي هيطلع لك جذر 25، هتطلع ب 5. الباء ميم ادي الجذر يا باشمهندس، الباء اهي سالب 4 ناقص ناقص 1 هتديني سالب 3 تربيع، زائد 6 ناقص 2 اللي هي 4 تربيع. لو لاحظت اللي فوق ده وشبه ده بالظبط، يعني دي برضه جذر 25 بيساوي 5. هجيب الجيم ميم يا باشمهندس، يبقى 2 ناقص ناقص 1 هتديني جذر ادي 3 تربيع، زائد سالب 2 ناقص 2 اللي هي سالب 4 تربيع، هتطلع لك برضه جذر 25 يساوي 5. قول له بما ان الف باء الف ميم بيساوي باء ميم بيساوي جيم ميم بيساوي 5، اذا هذه النقط تقع على دائره واحده مركزها النقطه. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان النقط دي هي رؤوس متوازي اضلاع. مساله سهله وبسيطه جدا جدا، قلنا ليها اكتر من طريقه يا باشمهندس، يا اما عن طريق البعد وتجيب ان كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول، او عن طريق قانون الميل، انت اعمل اللي يريحك والاثنين صح في الامتحان، بس انا هنا هجيبها عن طريق الميل. الميل دايما اسهل، هجيب ميل ا ب وميل ب ج وميل د ج واخر حاجه ميل ا د، وكل اثنين قصاد بعض هيبقى ميلهم قد بعض باذن الله. ميل الالف باء فرق الصادات 5 ناقص ناقص 1 اللي هي 5 زائد 1 على فرق السينات اللي هي 6 ناقص ناقص 3 اللي هي 6 زائد 3، 5 زائد 1 6، 6 زائد 3 9، على 3 فال 2 على 3 فال 3 يبقى 2 على 3. ميل الباء ج فرق الصادات يبقى 5 ناقص 4 على 6 ناقص 2، 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 2 ب 4. ميل الدال ج الدال مع الجيم فرق الصادات يبقى 4 ناقص ناقص 2 اللي هي 4 زائد 2 على 2 ناقص ناقص 7 اللي هي 2 زائد 7، 4 زائد 2 6، 2 و7 9، اختصر على 3 فعل 2 على 3 فعل 3، يبقى خلي بالك اصبح ان ميل ا ب بيساوي فعلا ميل الدال ج. طيب ميل ال ا د فرق الصادات سالب 1 ناقص ناقص 2 اللي هي سالب 1 زائد 2 على سالب 3 ناقص ناقص 7 اللي هي سالب 3 زائد 7، هيطلع من هنا 1 وهيطلع من هنا 4، بما ان ميل ا ب بيساوي ميل د ج بيساوي 2 على 3 وميل ب ج بيساوي ميل ا د بيساوي 1 الى 4، يبقى اذا الشكل بتاعي هو متوازي اضلاع. ده كده يا باشمهندس بالنسبه لامتحان محافظه الالوبيه، امتحان سهل وبسيط وأتفه من كده مفيش باذن الله. كده يا باشمهندس يبقى حلينا تقريبا اربع محافظات، وباذن الله في انتظار باقي المحافظات، اول ما هيوصل لي باذن الله هحلها لك على طول. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.